يا سادة، احنا اتكلمنا النهاردة عن شيء مهم جدا جدا، وكان متصل بآخر سؤال اتسألناه النهاردة من الأستاذة إيمان، الكلام اللي بيتعلق بالخصوصية. الأسرار يا سادة ليس لها سوق ممكن نبيعها فيه. أرجوكم ما تبيعوش أسراركم حتى ولو كان لشريك حياتكم. عايزين تحبوا بعض، الحب معناه الأمان، الحب معناه الاهتمام، الحب معناه الاحترام، الحب معناه التقدير. وقد ينسف كل ده إباحة الأسرار اللي بتخلي صورة الشخص في عين شريك حياته صورة ممكن ما تكونش أحسن حاجة. حافظوا على أسراركم اللي ربنا سبحانه وتعالى ستركم فيها، حافظوا على أسراركم اللي بتتعلق بحقوق آخرين زي الأسر، حافظوا على أسراركم وابتعدوا عن التجسس والتحسس. وكل واحد فينا لازم يحترم من الإنسان ويعتبر ده جزء من خصوصيته. يا رب اجعلنا دايما من أهل الاحترام والتقدير والمحبة والمودة واللطف والكرم مع شركاء حياتنا، واجعل ده كله يا رب باب من أبواب مددك لبيوتنا يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين، اجعل بيوتنا في حصنك على الدوام في كل وقت وحين.